اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا النهارده، واو ده كتاب تلوين توب موديل احسن عارضه ازياء لصيف 2016، لابسه بقى ستايلات جامده جدا جدا جوه. تعالوا بقى نفتحه ونتفرج عليه. مش بس كمان كده، ده بيحط 2 مودلز في صوره واحده. ايوه بصوا تعالوا نفتحه بقى ونتفرج عليه من جوه، نقعد بقى نلونه مع بعض. انا عن نفسي بحب اللبس جدا وبحب عارضه الازياء. بصوا بقى اول شكلين معايا، الله. ممكن بقى هنا نعمل الاشكال زيهم كده بالظبط، نكتب بقى فوق هنا اسمنا ونعمل بقى ايه ازياء جامده جدا 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 زي الصوره اللي موجوده معايا هنا. معايا بقى بصوا هنا في التوب مودلز، هنا 2 مودلز في صوره واحده. طبعا الكتاب بقى مليان فيه عرضات ازياء كتير جدا جدا جدا. ممكن بقى نقعد كل يوم نرسم بقى واحده مختلفه، تقولي بقى في الكومنتات رايكم فيهم. واو انا متحمسه ومتشوقه قوي. بصوا هنا بقى دي عندها كمان نمش شكلها جميل جدا، عرضه الازياء دي. بصوا بقى كلهم في الصفحه كده قريبين من بعض شويه، نقعد بقى نلبسهم لبس مختلف ونقعد بقى نشكل فيهم ونشوف بقى اني احسن واحده هتعجبكم. انا عن نفسي متحمسه جدا وبحب قوي التلوين والرسم مع بعض، وكمان احنا نقعد بقى ايه نغير في اللبس بتاعهم. قولي بقى في الكومنتات عايزين اني عرضه ازياء لونها لكم، او ممكن احنا بقى نلونها مع بعض في فيديوهات تانية كتير على قناة العاب الاطفال. بصوا بقى دول لابسين لبس حلو ازاي، الله شكلهم ستايل وفاشن قوي. بصوا الجيب القصيرة بتاعتها مع اللبسة من فوق سويت شيرت شكلها فعلا حلو جدا، الله. بصوا الكتاب مليان بعرضات ازياء كتير جدا، ممكن بقى احنا نقعد نلونه مع بعض. مكتوب عليه من بره توب موديل احسن عرضة ازياء ل 2016. بصوا بقى الله شكلهم فعلا جامد جدا، وحتى بقى ميك اب ومجوهرات ونفس اكسسوارز كتير، وشكلها فعلا جامد جدا. هنرسم بقى كل ده في كتاب التلوين. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم تقولولي عايزين ان انا ارسم لكم ايه المره الجايه في الكتاب بتاع احسن عارضه ازياء. اتمنى يكون الفيديو فظيع تعجبكم، وبليز وقولي بقى في الكومنتات رايكم فيه. بليز انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا اصحابي، باي باي.